en el mire. ال 40 ملم او ال 4 سم مقسوم الى ابر فوق او ابر 20 ملم و لور 20 ملم او ابر هاف ابر هاف و لور هاف. ذا امبريولوجي كنت برضه في الكلام اللي جاي ذا امبريولوجي اوف ذا ابر هاف ذا امبريولوجي ديفلوبمنت اوف ذا ابر هاف ديفرنس كومبليتلي from that of the lower half. The upper half كل من الهيند جاب. فالميوكوزا طلع من الاندوديرم وفي الهيند جاب. ماشي؟ اللور بار طلع من السكن من تحت السكن ويطلع فوق يقابل الابر بار فمن حاجه اسمها بروكتوديم. طلع اللور هاف طلع من السكن بروكتوديم. الله يبقى اذا الميوكوزا هنا لما اجي اشوفها في الهيستولوجي نتيجه الامبريولي هنا فهنلاقي الميوكس من بلين. الابر هاف ابر هاف هيبقى على شكله ايه؟ كولامنر ايبيثيليوم. معايا؟ كولامنر ايبيثيليوم. في اللور هاف هيبقى ايه؟ استراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم. استراتيفايد راب استراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم. ادي اول حاجه. طيب الميوكوزا بتاع اللور هاف ده سكن ما بنتكلمش فيها عن حاجه. الابر هاف الميوكوزا زي ما قلنا في الريتا ريتا فونس قلنا في الجينا بلايكي سيكولاريس انها نقول ايضا ذا ميوكوزا اوف ذا انر كانال از ثرون. ثرون دي كلمه صعبه عليكم يعني ايه؟ شو فيرتيكال كولمز كولد انر كولمز. يبقى ميوكوزا بقى عند هنا ادي انر كولم اهوت. ادي انر كولم وادي انر كولم وادي هنا الكولم حوالي من 6 ل 10. يبقى الميوكوزا ده 4 شو انر كولمز. الخواجه اللي قالهم اسمه مورجاكني مش مهم الاسم اللي ايه عايز يعرفه ما يعرفوش مورجاكني. ايه اللي انر كولمز هي؟ ايه اللي انر كولمز هي؟ حد لو سمحتوا دي ورقه مش محتاجينها. ايه اللي انر كولمز هي؟ احنا كنا لسه قايلين من شويه اللي هو الايه؟ سكوريتا الارضي اتقسم وهو نازل اداني 3 وبيتكلم بعد كده يتقسم تاني ويوقف عند الثلاثة دول لغاية ما يوصل للإيه؟ للجنكشن بتاع الأبر هاف ولور هاف وهنا الكلام. معايا؟ ركز معايا عشان تفهم الحتة دي. فهنا الميوكوزا أوف ذا أبر هاف وهنا الكلام. يبقى عندنا الإيه الكونتي اللي بيعملها؟ بيعملها اللي هو في كل كولم فيه برانش من سبريتال أرتري وتريبيتري من سبريتال فين. برانش من سبريتال أرتري اتقسم لاثنين وثلاثة وبعد كده بيتقسم طول ما هو نازل لغايه ما عرفت النهايه من 6 ل 10 ايه؟ برانشز. فاكرين لما شفنا الاسيستنت بوزيشن وقلنا البايس موجود عند 3 و7 و11 اللي هو المين لكن في تانيين موجودين فهو الانر كولمز كل كولم عباره عن ايه؟ الميوكوزا تحت منها السب ميوكوزا فيها البيسز فيها برانش من سبريتال أرتري وتريبيوتري من سبريتال فين يبقى ده انر كولم ماشي؟ جنبه كمان انر كولم انر كولم اند سو اون من 6 ل 10 واضح؟ بذا ميوكوزا اوف ذا ابر هاف اوف ذا انر كانال الثرون او شور انر كولمز عباره عن ايه؟ الميوكوزا السب ميوكوزا تحتيها فيها كل واحده كولم فيه برانش من السبيريتال ارتري وتريبيوتري للسبيريتال فين. واضح؟ فهمناها؟ طيب الكولمز ديت الكولمز اللي موجوده في الابر هاف مش موجوده في اللور هاف. الابر هاف اللي هو ايه؟ يبقى السبيريتال ارتري هنا انتهى فين؟ عند الجنكشن بتاع الابر هاف واللور هاف. صح كده؟ طيب الحاجه الثانيه اللي بعد كده انا قلت اللور هاف طالع منين؟ من اكتوبير بيطلع من تحت كده وبعدين يطلع يقابل الايه؟ الابر هاف. وبعدين في الفيتس هتروح الامبريولي بيبقى فيه في الجنين بيبقى فيه بين الاثنين في ممبرين. انتوا تسمعوا عن ايه ممبرين كتير في البيولوجي هنا ممبرين مش كده؟ فإينا الممبرين يبقى ده إينا الممبرين بيبقى موجود بين الإيه؟ مفصل بين الأبر هاف واللور هاف. النورمال الممبرين ده بيبقى رابشر
ويتبقى عشان ايه؟ يبقى في كونتينوس مع الايه؟ مع الايه الدورس تحت، اللي هي الايه الدورس او الايناس. ايناس او الايناس. لو الطفل اتولد بيه يبقى عنده حاجه اسمها تحت دوره المريض اسمها امبيد فوريت ايناس. والطفل في حاله تلاحظ الام بعد يومين بعد يومين ما بيطلعش فيزز، يعني ما بيطلعش ريح، ما بيطلعش ما فيش ما بيطلعش فيزز، وبعدين ايه؟ وبيطلع عادي وعنده ايه؟ عنده ديستنشن وبيتقلب. فعلى طول تعرف انه عنده مشكله تغطيه الايه؟ لطبيب الاطفال. الطبيب الاطفال اللي فاهم واخد باله يبص على الايه بس يحط صباعه في المكان يلاقي ايه؟ المكان مسدود. طبعا بيطفي صباعه صغيره لان طبعا ده جديد. وبعدين ايه؟ محتاج اوريه صغيره جدا ان احنا ايه؟ نقطع الميمبرين دوت عشان ايه؟ خلاص انتهت المشكله. طب نورمالي نورمالي هو ما بيجربش لوحده. لا ما بيجربش لوحده لكن ليه دليل عليه. ايه الدليل بتاعه؟ حاجه اسمها ريمنانس. 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 اوف. الانال برين بنسميها انال فالبس. انال فالبس. تبقى هنا فين بقى؟ ادي هنا انال كولم. وادي انال كولم وادي انال كولم. الانال فالبس دي كونكتنج الانال كولم في بعضها. يبقى واحد هنا كده وواحد هنا كده. ولو رسمت وسعت الرسم شويه واعمل كمان انال كولم ثالث عشان ايه؟ او رابع عشان اعمل واحده كمان. ادي هنا كمان انال كولم. يبقى بينهم اثنين يبقى في ايه؟ انال فالف موجود كمان. وادي الانال كمان الابر هاف اللي جوه. يبقى الانال فالفز زي ار ذا ريمنانتس اوف ذا راكتشرد فيتال انال ميمبرين اند زي فور كيرمن فالفز. مهم عشان هي هتبقى مسؤوله عن ايه؟ الغرض المهم اللي في الانال كمان اللي هو الايه؟ اللي هو الانال فيشر شرش اللي موجود هنا اللي بيقولوا الابيريمنت ونتكلم عنه يمكن اخر المحاضره او اخر بكره. يبقى هنا ان البلبس هي عباره عن ايه؟ ريمنانس اوف ذا رابشارد ان الممبرين في الفيتس بتبقى عامله بلبس كونكتنج الان الكولم نسميها ان البلبس اوف كل كمان ان البلبس وخلاص بزيس ار ذا ان البلبس. واضح؟ طيب يبقى ده الميوكس ممبرين. شفنا الفرق بين ايه؟ بين الابر هاف والورا هاف. ينطبق يعني ايه؟ بالتالي يندرج ليه؟ ارتيريا صباي، فينس درينج، ليمف درينج، نيرف صباي. يختلف تماما الابر هاف عن اللور هاف. ازاي؟ الابر هاف لو قلنا هنا ده ايه؟ سوريس الارضي. مفيش هنا هنا. يبقى الابر هاف يا صباي يبقى سوريس الارضي. اللور هاف بقى ميد وانتيريور الارضي. او الانتيريور تحديدا هنا يعني. لو قلنا الميد يبقى مش مشكله. لكن ما انساش الانتيريور هو الاساس. يبقى الابر هاف ارتيريا صباي سوريس انتيريور ريكتر. فينس درينج سوريس البيت. تبيترس انتيريتر مين ماشي ده بورتر سيستميك. يبقى هنا في بورتر سيستميك اسواس موجوده هنا في المنطقه دي اللي هتكلم عنها بعد شويه اللي مسؤول عليها كده عن الفايلز اللي بتتكلم عنها. يبقى ارتيريا فينس ليمف درينج في الابر هاف يروح للفيبرولاتيك ليمف نودز مش كده؟ اللور هاف يروح فين؟ وبالارتيريا صغيره بتاعه منين؟ الدنيا بودندر رايح فين؟ الدنيا بودندر؟ الدنيا ايليا. يبقى انت اللي في نوتس صح؟ غلط. من الناس بقولهم كده عشان ايه؟ يفتكروا اللي هقوله. ذا لور هاف اوف ذا انر كانال از نوت دريند مع الارتري للانترنال اريا بقت دريند انتو ذا سوبرفيشال انجوينال ليمف نوتس وتحديدا الميديال هاف او الميديال بارت او الميديال جروب اوف ذا سوبرفيشال انجوينال ليمف نوتس. تحتها 20 خط. والكلام ده يهم لو واحد عنده ايه؟ كانسر في كده الكلام ومش حاسس بيه وحصل سبريت عن طريق الفاتكس يجي للطبيب كده ايه؟ يقول لي فلوس والطبيب مش واخد باله ايه؟ يقول انت عندك هرنيا والمسكين عنده ايه؟ عنده كانسر في كده الكلام. يبقى هنا اهميه الدرينج هنا. يبقى الدرينج الفيك درينج اول هاف انفيريو مزنتريك لور هاف انفو ذا سوبرفيشال انجوينال ليمف فلوس. يبقى ده شفنا ايه؟ الامبريولوجي المختلف قد ايه؟ ان الجوازة مختلفة، ارتيريا صباي مختلف، فينس درينج، ليمف درينج، اخر حاجة نيرف صباي. ده عفوا ده اندو نيرف. نيرف صباي بتاعه اوتونومك. اوتونومك. ايوه كده لسه اتكلمنا عليها من شوية بقى زي الريتم بالظبط. يبقى دي سنسيتيف للبين ولا انسنسيتيف للبين؟ انسنسيتيف للبين. سنسيتيف للستريتش فقط. لما يكون في ايه؟ ستريتش موجود، دايلاتيشن موجود في مكان. بفيزيس او ايه او اي او مصرش موجود. اللور هاف ده سكن.
مثلا بايت بايت زي العضلي ديوتر عضلي في انفيريور ريكتال نيرف انفيريور ريكتال نيرف which is somatic nerve so it is sensitive to pain temperature and touch are more sensitive to pain عشان كده لما يكون في اي ماسوره في اللور هارت ده وهمومه اللي هنشوفه بعد شويه اللي هو الجيدا تيشر تيز فيري بينفول فيري بينفول كده بيرفع مش كفايه فيري بينفول بين وفي ده تيشر اللي موجود في اللور هارت وفي هنا كمان which is form of skin which is sensitive to pain being supplied by the somatic nerve inferior rectal nerve مفهوم يا جماعه؟ واضح؟ حد مش فاهم؟ ده بالنسبة يبقى الإمبريولوجي مهم جدا هنا عشان بيفصل لها حاجات كتيرة شكله أرتيريا سباي فيروس درينش ليمف درينش نيرف سباي طيب أنا جيت على الأسرة بتاع الأبر هاف اللور هاف بقى هيبقى فيه هنا اللور هاف هيبقى عندنا بعد هنا المادس هنا ال 20 مللي مقسوم إلى جزئين 15 مللي و 5 مللي ال 15 مللي ده استفايس كويس ميسيليا ال 5 مللي الاخرانيين ترو سكن يعني في سكن وفي هير وفي سكن كامل يعني انما ده عشان كده المنطقه بنسميها ترانزيشنال زون ترانزيشنال زون المنطقه دي تحت منها موجود فيه بلكسس بقى موجود هنا البلكسس اللي هو مكان هنا اللي فيه لوريتال بين اليوتريك يبقى هنا بنسميها اللي هو انترنر ريكتال فينس بلكسس موجوده تحت ترانزيشن زون انا قلت لكم اللي هي عامله اللي هو الايه الانفيريتال بين هنا البصه هنا البيلر درينج يبتدي ايه يبتدي من بلكسس يبقى عندي هنا في انترنر ريكتال فينس بلكسس بريزنت بيلو ذا اللي هو ترانزيشن ميسيليا اوف ذا لوور هاف اوف ذا كده اللي هو البكتن بقى هنا او الجلد ده اللي هو اللور 5 مليمتر بيبقى هنا فيها بلكسس ثانيه اسمها اكسترنر ريكتال فينس بلكسس اللي هيطلع منها الايه؟ الانفيريور ريكتال فين. ملاحظين انا بتجاهل بين الريكتال هو بيطلع ايه؟ يعني هو في طبعا في انسمولس في دي ودي كمان ممكن بيطلع ويطلع منها البيلا ريكتال. يبقى عندي هنا اللور هاف زي الكلام اللي هم 20 مللي لازم يكون 15 مللي ترانزيشنال زون اللي هي في البصمه السيريا تحت منها الانتيرنا ريكتال بيرسس اللي بيطلع منها الايه اللي بيطلع اسمه اوبس انتيريور تنفيذ انتوا معايا اللور 5 ملم اللي هو تو سكن بيطلع منها فيها تحت منها اكسترنا ريكتال بيرسس اللي هي بيطلع منها الانتيريور ريكتال بين انت جاي الرسم هنا بس مش موجوده دلوقتي ادي قلتها خلاص يبقى ده بالنسبه ايه اللي هو نقص بريك على بره وكل اللي ليه واللور اه قلت كل حاجه فيه اي سؤال فيه مهم جدا تبقوا فاهمينه كويس طبعا هنا اللي هو الانر بانكس ديت تبقى في بعض بيسميها ايه بيسموها بيكتينيت لاين بيكتينيت او الانتيت لاين اللي هو شكله كانه مجموعه يعني ايه مشفر كده انتيت ده اللي هو الجامشن اوف ذا ايه ابر هاف واللور هاف عشان اللي يقراها يبقى فاهم كويس. بعد كده نتكلم بقى على الايه؟ الايدر سبيكترز وناخد بالنا عشان الموضوع ده مهم قوي نعرفه كويس. ايدر سبيكترز. هوريكم على رسمه بعد كده هرسمه كده عشان يفهموا كويس. نعم. الجزء اللي تحت. الجزء اللي تحت. اللي هو هنا؟ اللي هو المنطقة ديت؟ بنقول الايه؟ احنا دي كلها اللور هاف اللي هي تحت الايدر بالانس اللي سميناها البيكتينيت لاين او الدنتين لاين. المنطقه دي بتطلع من ايه؟ من الميسيليم او من الكتونير بنقسمها الى جزئين ابر 50 ملم ترانزيشن الميسيليم تحت منه الانتيرنا ريكتال بيلاس ميكسس اللي بيطلع منها انتريبيوتريس اوف ذا انتيريور ريكتال فين اللور 5 ملم تحت هنا ده بيسموه لاين بس مش عايز اكتر عليكم اسمه وايت لاين وفيلتر مش عايز اكتر عليكم يعني هنا بيطلع منها تحت منها اكستيرنا ريكتال بيلاس ميكسس وهي دي بيطلع منها فيلتر فين البريشر ديت لما حصلها فاليديشن بروسيسي تديني الايه؟ بايرس انترنال بايرس اللي تحت تديني اكسترنال بايرس انا هنشوف بعد شويه ان شاء الله وعايز اقول لك بقى هنحسب كده السفنكترز بقى ايه السفنكترز؟ برانتري ولا انبرانتري؟ ربط كده كويس مصحصحينها
يبقى في بلاندر انفكتر وفي ان بلاندر انفكتر. لو بصينا كده على راس الجراوه ادي البلاندري سبيكتر اللي هو الخارجي بلاندري وادي الان بلاندري سبيكتر. ادي البلاندري وادي ايه البلاندري سبيكتر. انا هرسم عشان عايز اوضح عشان كده كده.